تخبيط تخبيط بالطابق اللي فوق. مالك سامع؟ لك شو بدي اسمع طالما البيت اللي فوقنا فاضي؟ لك انا من فين هي الطقطقات؟ اكيد صوت جرادين عم تلعب فوق. هلا الجرادين هيك بتطالع طقطقات. ليش انا سامع شي؟ ايه معك حق، انت سمعك تقيل. ولك نامي نامي، ليش فيقتينا بكير؟ صباح الخير. ايش وهالتسطيحة الحلوة؟ لا قوي لا قوي، هلا ببز عيونك. مثل العادة صوت عالي، ما بدي اسمع. شايفة وحدة؟ ورجلي ورجلي مو لإلي، وإيدي عم ينملوا. بالله ليش أنا مشان شو جايبتك لهون؟ مو لعزبك؟ مو للدوق اللي دوقتني إياه؟ ليش أنا عملت فيكي هيك؟ أنت عملت أكثر من هيك. ما بقصد اللي عملته بالمطعم، بقصد قبل ما نترك بعض. لك شو عملت فيكي؟ شو عملت؟ شو عملت فيها؟ وهلا شو العمل؟ العمل بالشي اللي بين ايدينا. يعني شو؟ رح تبلغ الجنائية حقه معها ولا نحن نحقق معها؟ لا رح نبلغ الجنائية ولا رح نحقق معها، نحن بنراقبها من بعيد لبعيد، وإذا دام موجود عندها ما حتركه لحاله، أكيد عم تشوفه، وقتها نحن بنعرف وين هو. اترك موضوع المراقبة علينا، نحن من اليوم رح نبلش، ومن هلا. بس أنا لازم أكون موجود معكم. وجودك معنا رح يعطلنا، أنت اهتم بالمطعم وتركنا نحن نشوف شغلنا. طيب، إذا عرفتوا شي خبرني أول مرة. الله بضينا هون، بضينا لبرهان، سامي خلص اعتبريه خالص. آخ يا لطيف، يا لطيف شو متزاولة منه لبرهان، جاية عبالي كسر راسه. إذا ما بخليه يندم على اليوم اللي انولد فيه، ما بكون أنا سناء. إمتى حتشتكي عليه؟ بس لنترك هالبيت الحقير، منروح نحط أغراضنا هنيك وبننزل سوا على المخفر. بس مثل ما اتفقنا ايد واحدة. رح نضل ايد واحدة. المهم هلا خلونا نحط الغراض بالشناتي لانه قربت جاية برهان. يلا. نسينا المقشات. وبعدين ما قبلت. عرضت عليها 3 مليون. ايه. قلت بدفع المليون الثالث من جيبتي. بس لحتى خلصت من هالورطة اللي انت فيها. وما قبلت. طيب قلت له انه بدي اتزوجها. قال له ما بي رجال الدنيا ما بتتزوجك.
ناقمة عليك نقمة غير شكل. وناهد سناء عم يقولها راسها. والعمل برهان بيك؟ مالك إلا تغادر البلد. هدول تهمتين اعتداء ومحاولة قتل وكل الدلائل ضدك. ولك يا زلمي حدا بيعمل عملتك؟ ولك أنا إذا بدي أسوي أي شيء بحسب على الميلي حتى إذا صار ما صار أطلع منها مثل الشعر من العجين. لسه هون عم يسألوا عنك؟ الدوريات رايحة جاي على البيت وعلى المكتب. سافر اليوم قبل بكرة ونفوت بجلدك أحسن ما تعفن بالعبوس. طيب خليني روح شوفها بلكي لانت معي. وحياتك ما رح تستفيد شي، بقى لا تسل حالك على الفاضي. خليني حاول. حاول. طيب أعطيني عنوان البيت اللي ساكنين فيه. بعطيك أنا شو خسران، بس بدك تلحق حالك لأني رح أقلعهم بعد ساعتين وما بعرف وين رح يروحوا يسكنوا. هذا ألم، هذا ألم. أنت كنت منيح معي؟ أنت كنت تحبني؟ الحب يا فهمان مو إنك تاخدني كل كام يوم عشي كافتيريا تشربني قهوة، أو إني روح لعندك على المحل وإنت تلتهي بالزباين. الحب إنك تشعر فيني، إني يكون جزء من كيانك مثل ما أنت جزء من كياني. كنت ظني إنك كنت جزء مني. كذاب. حتى لو كنت تحبني بكل كيانك حبك هاد ما لازم يشعرني بالأمان. كنتي عم تسمحي بالأمان اللي كان عندي. قصدك إني كنت عم بغرق ولأني ما بدي موت تركتك. تركتك مو لأني حبيت رفيقك عابد، تركتك لأني لازم أتركك. تركتك لأني صرت حس إنه حياتي معك رح تكون على كف عفريت. ونحن وقت اللي كنا مع بعض لا أنا حبيت رفيقك عابد ولا هو حبني. لا تضحك. هلا بجيب لك المصحف وبحلف لك عليه انا ماني سافله. حتى عابد صحيح هو جبان وما له شخصيه، بس كمان هو مانه سافل. بس انت اللي كنت سافل بعلاقتك معي، لاني كنت مجرد رقم بحياتك. وصحيح لانك مغرور ومانك شايف غير حالك، مانك حاسس اني انا عم بتقلى على نار. لك كيف بدك ياني ضلني معك وانت حارمني الامان؟ امان امان امان. حاشتك بقى فلقتيني. ليش ما كنتي حاسه بالامان معي؟ اه شو السبب؟ الشله اللي لافي عليها، شله المطارات والوشوم. شله شو بهون؟ ما حبيتهم ولا طقت ولا واحد فيهم. انا اصلا كنت شاكه بالشي اللي بيجمعكم مع بعض. هدول الشلة اللي كنت تفضلهم علي، يلي كنت تقضي كل وقتك معاهم بينما تعز عليك ربع ساعة نقضيها سوا. وبتقلي كنت تحبني؟ لك انت كنت مالكني مثل اي سي دي بمحلك. هلا بدك تقنعيني انه وجودي مع الشلة هو ما كان يحسسك بالامان؟ والمطور، المطور اللي ما كنت تنزل من فوقه، المطور اللي كان معيشني برعب دائم امتى وباي لحظه ممكن تعمل حادث وتموت. ايه بس انا بسوق منيح وبعمري ما كنت متهور بالسواقه. انت مانك متهور؟ والسيارات اللي كنت تفوت بيناتها مثل الصاروخ، وسباق الموتورات اللي كنت تعمله انت ورفقاتك، قديش كنت اترجاك تتركه للموتور. كنت تقلي انه الموتور شقفه مني وانك ما بتستغني عنه حتى بعد ما نتزوج. كيف بدك يعني ابقى معك وأنا ما بعرف بأي لحظة ممكن صير أرملة وولادي يتيتموا؟ تفضلي اتصلي فيه على البيت الأول. وين الرقم؟
مرحبا خالة. ميت مرحبا. نوال موجودة لو سمحتي؟ لا والله يا بنتي، صار لساعة طالعة من البيت. ما قلت لك لوين راحت؟ راحت عند رفيقتها سهى. معناته بحكي معها على الموبايل. مين إلا؟ رفيقتها. شو؟ سهى طالعة من البيت ساعة. نعم، معناتها طالعة حوالي الساعة 11 من البيت. بكرة الساعة 10 الصبح بنكون واقفين أنا وياك قدام باب بيتها. يا أخي أنا برأيي هلأ نروح نلطي لقدام بيتها لنشوف إذا في حدا عم يوصلها، لأنه لحالها ما حتقدر تخطف تامر، حتما لازم يكون في حدا معها. هذا إذا كانت هي اللي خاطفته. والله خايف كل تعبنا يروح على الفاضي. طالما الموضوع بيتعلق بتامر ما في شيء رح يروح على الفاضي. شرفوا. صدقت وآمنت إنك تركتيني لأنك خايفة على مستقبلك معي، بس إنك تتركيني وبعدين اكتشف إنك مخطوبة من أعز رفقاتي، هذا اللي طير لي عقلي. أوعك أوعك تقولي إنها صدفة. هي فعلا صدفة، بس كونك وقت كنت روح أنا وياك وكنت تاخذ عابد معنا أحيانا، وهذا غلط منك باعتبارنا خطيبين وما في ضرورة لتالت بيناتنا. عابد كان مثل أخي، وأنت كمان ما كنتي تحتجي، كنتي معتبرتيه أهم صديق لي. المهم قعداتنا معه خلتني حس إنه هو إنسان كويس، خاصة إنه رفض ينضم للشلة تبعك، بس أبدا ما كان في أي مشاعر مشبوهة تجاهك، لا أنا ولا هو. بس لأنك شكاك وما كنت تثق فيني ولا بعابد، هذا الشي خلاك تسيء الظن دغري. لك أنا عابد كنت مستعد سلمه رقبتي، وإنتي ما شكيت فيكي لحظة، إلا بعد ما اختفيتي فجأة من حياتي. يعني أنا ما بنكر إني خطر لي إنك حابة حدا تاني، بس أبداً ما خطر على بالي عابد. طبعاً ما لازم يخطر لك، لأنه ما كان خاطر لي لا أنا ولا عابد. مو صحيح، لو ما كان في نية مبيتة بينك وبينه وقت كنا نحن مخطوبين ما كنتوا خطبتوا بهالسرعة. بتصدق إذا قلت لك ولا الشك عم يقلبك؟ بصدق كل شي منطقي. والصدفة ما فيها منطق؟ على هوا الصدفة. شوف يا تامر يا ابن العالم والناس، أنا بعد ما تركتك بحوالي شهرين كنت عايشة حالة إحباط ويأس، كرهت العالم وكرهت الحياة. كل أسبوع كنت أطلع مرة من البيت وبالزور. مرة اجتمعت بعابد صدفة عند ابن عمي كامل بالمكتب، كان عم يخلص معاملة بين المكتب والمؤسسة اللي متوظف فيها، وأنا كنت جاي لعند كامل مشان عبي الاستمارة بخصوص الوظيفة، الوظيفة اللي سبق وقلت لي إني ما بدي إياها. اجتمعت في صدفة، ووقت طلعنا من عند كامل وقفني وحاكاني. صحيح تركتوا بعض أنت وكامل؟ ليش ما قال لك؟ بلا، قال لي من شهرين ما عدتي حكيتي معه. وأنت الصادق، من شهرين بعثت له خاتمة وغراضه على المحل، ومعناتها الشيء إنه كل شيء بيناتنا انتهى. ما قال لي إنك بعثتي له شيء، قال لي بس إنك ما عدتي حكيتي معه ولا عدتي رديتي عليه على الموبايل. ومرة اتصل أمك وقالت له لا بقى تتصل لهون لأنك فسخت الخطبة. المهم إنه كل واحد راح بحال سبيله. عدم مؤاخذة يا أنسي نوال، معقولي بعد كل هالحب تتركوا بعض؟ والله كنت أحسدكم على المحبة. هيك كنت تشوف، بس الحقيقة إنه التفاهم بيناتنا خلاص، وصلنا لطريق مسدود. ما في طريق مسدود بيضل مسدود إلا طريقنا، بالدوزر ما بيكسر الحديد والشميت اللي فيه. طيب وإذا دخلت صلحة بيناتكم؟ والله لو اتدخلت أمة الله الخيط اللي بيني وبينه انقطع خلاص. يا أنسي نوال، ما في مشكلة وما لها حل، وخاصة بين اثنين بيحبوا بعض. هذا لو لساتنا منحب بعض. تامر لساته بيحبك. كذاب، تامر ما بيحب إلا حاله. اسمحي لي وصلك. معقولة قديش كنتي ظالمتيني؟ أنا بحياتي ما حبيت حدا قد ما حبيتك. يعني عم بتصدق اللي سمعته مني؟ عم صدق اللي عم ترويه، بس ما عم صدق كيف كنتي شايفتيني. لأنك ما كنت شايف غير حالك. مو صحيح. تقابلنا أكثر من مرة وضل مصر إنه يصالحنا مع بعض، وكان صادق لأبعد الحدود، كان عنده أمل إنه اللي انكسر بيناتنا ممكن يتصلح، بس أنا كنت صر إنه اللي انكسر ما بتصلح. كان ممكن يتصلح. فجأة حسيت إنه عابد
ممكن يكون الكتف اللي حط راسي عليه وانا مأمنة، وانا اللي قلت له اني بلشت ارتاح له واني حبيته. هو رفض الفكرة، رفضها مشانك، رغم اني متأكدة انه بلش يحبني هو التاني. رفض حتى ما تقول عنه خاين للصداقة، بس انا ضليتني وراه، يمكن لأخلص منك بشكل نهائي، ويمكن لأنك لساتك جوات قلبي وبدي طلعك منه. لا قلبي لوافق انه نرتبط. وما خبرني لا هو ولا انت. انا ليش لخبرك اذا كنا افترقنا وخلص؟ اما عابد فكان محرج وخايف منك. ما بعرف ليش ما عم صدقك. لانه بدك وسواس الخيانة يضلوا براسك حتى تبرر اللي عملته فينا. نوال، انا ما عاد متاكد اني ممكن اوقف على رجلي، عظامي عم توجعني وجع مو طبيعي. لا، انا واثقه انك لساتك قوي وما رح تطلع من هون الا زحف. لهالدرجه حاقده علي؟ طبعا. طيب اذا اعتذرت لك عن شيء انا ماني قاصده. للاسف ما في شيء مانك قاصده، لهيك اعتذارك مو مقبول. اوكي، انا بعتذر عن اي ازعاج سببت لك اياه، ان كان بقصد او من غير قصد. فكيني. لسه ما خلص حسابي معك. بعد كل شيء قلتي وكل شيء عملتي فيه وما خلص الحساب؟ اي والله لو قاتل ابوك ما بتعرف. هل واحد وبتركك انك تركع قدامي وتترجاني وتبوس ايدي؟ بوس. فشلتي، انتي واحدة حقيرة، واحدة مريضة، مريضة. أنا كنت مريضة بحبك، بس أنا هلأ مريضة بالحقد اللي سكبته هون هون. بس الشي اللي عملته ما بيستاهل كل هالحقد اللي جواتي. انتي لازم تشوفي دكتور يداويكي. ما أنا عم داوي حالي. لما بتبوس الإيد هي وانت عم تبكي وتترجاني تكون طبت. معناته خليكي مريضة، وانت خليك مثل ما انت. وهي قاعدة وبدون حكي. طلع بعيوني أحسن ما خزق لك ياهو. هي أكيد ما عندها نية تأذيني، هي بس بدها تزلني، نشوف مين رح يمل قبل التاني. ماني حابة اسمع صوتك. آه يا داري، آه يا داري، آه يا داري، بالصدر شعلاني النار. آه يا داري، آه يا داري، آه يا داري، يا غضب خفف مهاري. بعرف يا خلود، كأني همدت فرد همدة، كأنه انبنى جدار بيني وبين المصح. بقدر ما لي حابة اللي فيه، بقدر ما لي خايفة اني شوفهم. انت قلتي انه ما صفي لي غير يوم واحد وبتخلصي، معقول ما هتتحملي؟ اليوم الصبح فقت متنشطة وبدي روح، وانا عم بفطر رجعت غيرت رأيي. يعني لو انا بقول انه قلبي ضعيف، بس انت خزيت العين عني. لازم اقوى على ضعفي ما؟ طبعا. ايوه، اهلين دكتوره. اليوم كنت ناويه اجي بس حاسه حالي تعبانه شوي. الله يسلمك، بس بكره اكيد جاي. امتى؟ اكيد بدي احضره. كيف يعني؟ يعني ما لقيتي غيري دكتورة سامية وعلى التلفزيون؟ طيب طيب بشوف. حاضر، مع السلامة. شو التلفزيون؟
في مؤتمر طبي عن مكافحة الإيدز عملته هيئة الأمم بالتعاون مع وزارة الصحة وبدهم ينقلوه على التلفزيون. ايه وانتي رح تكوني بالمؤتمر؟ بدهم ياني ألقي محاضرة فيه بناء على الدراسة اللي عملتها بالمصح. يعني رح تطلعي على التلفزيون؟ اف مليت، كأنه أصدنا من الطرنة. بده ينتقم منا مثل ما نطرناه امبارح على البرندا، بده ينطرنا اليوم. طيب شو رأيكم نروح نحط غراضنا بهداك البيت ونرجع؟ لا لا بركي اجى بغيابنا، لازم اليوم نصفي حسابنا معه مشان سناء تشتكي عليه. يعني مصرين نعمل له اياها؟ طبعا. شو بكي سناء؟ مو انت اللي اصريتي انه نودعه توديعة مرتبة؟ ايه والله لك نسي وضعه توديعة ما ينساها بحياته. شرف تركي تركي تري، انا بدي افتح له اخر مره، تركي لي اياها. شو جابك انت الثاني؟ ممكن نشوف الانسه فاتن؟ لا ممكن تشوفها، روح. ناهد خليه يفوت. فوت. شكرا. مساء الخير. انا ما بيشرفني استقبل هيك واحد ببيتي. لحظه مدام سناء. وانا كمان مالي عين شوفك، بس ما بقدر اتركك لحالك مع فاتن لامك غدار. الله يسامحكم. وهذا الورد اللي جايبه حطه على الباب مشان تاخده وانت رايح. لك لا، هذا ورد ورد. فينا نقعد نحكي كلمتين؟ ليش ما فيك تحكي انت واقف؟ فوت فوت. شو ما عم يطلع معك الحكي سيد سامي؟ يعني تطليعاتكم فيني ما عم تشجعني على الحكي. لا احكي احكي ولا يهمك، معك من الساعه للخمس ساعات، نحن مالنا مستعجلين، واذا فنجان قهوه بيساعدك على الحكي تكرم عينك. فاتن انا غلطت اني شربت ويسكي، وما اكتفيت، بعد ما دختي انا اخذت القنينه وخبيتها وشربتها كلها. انت بتعرف شو يعني واحد يشرب لتر ويسكي من دون مي او ثلج؟ اذا مالك قد الشرب ليش لا تشرب؟ هاي غلطي، انا مو متعود على الشرب. مالك متعود تشرب وشربت لتر، لكن لو متعود تشرب بتشرب برميل مثلا؟ بقى الواحد بس يسكر بيختل توازن تفكيره، وما عاد بميز بين الصح والخطأ. سامي بيجوز تكون شربان، بس بعد كل شيء ساويته معي بدل على انك كنت وعيان 100%. معقول يا فاتن؟ معقول كون وعيان 100% واتصرف معك التصرف وانت بالذات؟ فاتن انا بحبك. بتحبني لدرجه انه موضوع زواجنا مو ببالك نهائيا، وانه موضوع بيت بحيره زرزر ما له وجود. اوعى تفكرني نسيت اي كلمه من الكلام اللي قلت لي. شوفي بالنسبة لبيت بحيرة زرزر أنا عند كلامي، أنا ماني نسيان شيء أبدا، بس بالنسبة للشيء اللي صار باليخت وباللاذقية صدقا صدقا ماني متذكر منه شيء. هلا بالمختصر المفيد شو اللي بدك إياه؟ أول شيء أنا بعتذر، ثاني شيء أنا مستعد نفذ لك الطلباتها. سبق برهان بيك ألقى علينا خطاب نص مليون ليرة. نص مليون؟ قال لي إنه عرض عليكم 3 ملايين. ولا حتى 100 مليون. طيب وإذا تزوجنا؟
بتدفع لها 3 ملايين وبتتجوزها؟ إيه لا يعني يا الزواج يا 3 ملايين. لا هي ولا هي ولا حتى 2 سوا لو يطلعوا عيونك، أنت كنت حقير معي ولازم تدفع الثمن. يا فاتن يا فاتن، ما في حدا ما بيغلط. أنا رايحة أعملكم قهوة لأني خرمانة على فنجان قهوة. ما بتحكوا ولا كلمة لأرجع. أنا دلمينا. خلص سهيل، الكلام بدك تقلها يا أنا رح قلها يا أنا بدي أحكي معها يا أخي، بدي أطمن. ماشي بس بشرط، بس خلص حكي معها بتقلها عزام بدي يحكي معك، بتطلع برا الغرفة. اطلب الرقم. أمرك. جاي على بالك تحكي؟ الو؟ لحظة شوي، عن إذنك تامر بيك. ألو؟ مرحبا يا سينوال، شو صار معك؟ أنا خبرت عزام، وقت بخلص منه بتصل فيكم. يا آني سينوال، يا آني سينوال، الشاب صار يومين غايب، وهي فيها مسؤولية كبيرة، حتى لو ما كنتي أذيتيه. هاي المسؤولية أنا بتحملها، وهالشي قايلته إلك ولعزام. يعني يومين مو حاجة؟ هذا الشي أنا بقرره. ولآخر مرة بقول لك اطمن، لا هو حيصير له شيء ولا انتو حتنسئله. بس هو اكيد حيشتكي عليكي، ولما يحققوا معك حيعرفوا انه في 2 خاطفينه وما حيتركوك لحتى تقولي مين. بابا بدبرها، انت ما تاكلها. يا آنسة، الموضوع اكبر من منصب ابوكي، غير هيك المعلم ما بيهون عليه هيك اخطاء. مني لبابا بالطفل، المهم انتو ما لكم علاقة. لك شلون ما لنا علاقة؟ نحن اللي جبنا لك اياه ونحن اخذنا لك اياه لبيت ستك. ولك انت شلون هيك عم تحكي؟ ليك سهيل، ما رح اتركه لاخلص منه، وكلمه تانية منكم بخبر عنكم الشرطه وبقول انه انتم اللي خطفتوا لي اياه مشان تردوني، وانكم كنتوا بدكم تقتلوه بس انا اللي منعتكم. من شان الله انسينا، ولا تواخذي على كلامه. كتير جبان هالسهيل. هو بس خايف يعني ومعه حق، بس ان شاء الله انت مبسوطه. الشغله ما حتطول، بجوز بكره اطلق سراحه. اليوم فينا نتغدى سوا يا عزام، وقت الوقت بيكون مناسب انا رح اتصل فيك واقول لك اعزمني على الغدا. منيح؟ وهلا بخاطرك. لك صدقني ما منها رمى، لك اذا 2 مثل الورده كبتهم تركتهم بدها تحبك لها؟ بدها تحبني غصب عنا. بعدين مين قالك بدي اياها تحبني؟ ايوه. يلا بدك شي؟ بذمتك في احلى من هيك قعده؟ لا من تمك ولا من كمك. شوفك بكره. فاتن فكري،
وإذا قصدك تنتقمي مني فأنا جيت لعندك وبترجاك، وإذا بدك بوس إيدك. بوس. رجع لمحلك. يا لطيف يا لطيف على البني آدم كيف بينقلب من فوق لتحت. فاتن، انت فيك تقولي انك كنت منهارة وما عم تعرفي شو عم تحكي، واني انا فعلا حاولت انقذك لما وقعتي بالبحر، وانك ما اعتديت علي. اني حاولت اتقرب منك. انت فهمتيني غلط. تطلع كذابة، بدل ما يحطوك انت بالسجن يحطوها لها. وحياتك ما بيحكوا معها ولا كلمة. وشو رح تقلن عن هويتي اللي سحبتها من الاوتيل؟ اني ما عرفت اتصرف وخفت يتهموني بقتلك. لا يعني لا، انت فعلا عجيب. هلا انت ما بعدت معلمك برهان يحكي معنا؟ ما خبرك شو قلنا له؟ ضروري تزل حالك لهالدرجة. حبيبتي والله ما رح انسى لك اياها بعمري. لك هدول ليش تأخروا؟ ليكونوا ما عرفوا البيت؟ لا عرفوا، نقلتهم يا مرتين. لكن وين هن هلا؟ حبيبتي هدول مثل الأفلام، ما بيحبوا يجوا لو تخلص الجريمة. فاتن لو سمحتي. لو سمحت ارجع لمحلك. شو يا؟ نغاب الله تلعب يا فا؟ هو ما عمل لك كفاية؟ شو أنت ما بدك تعطيني هويتي؟ معلش فاتن خليها معه، مشان تكون أداة جريمته. لك أنت اسكتي! بدك يعني اسكت وانا قاعده ببيتي؟ هاي هويتك وهي الموبايل. والله مو على اساس راح بالبحر؟ لا ما راح بالبحر. طيب اقعد، ليش واقف؟ مشان الله الغولي هالمسألة وما رح تندم. منندم إذا ما فتت على السجن وعفنت فيه. صحيح أنا ممكن فوت على السجن، بس صدقيني ما رح تتهنوا براته. وشو ممكن تعمل يعني؟ يعني ممكن صلت عليكم الناس يحولوا حياتكم لجحيم. ايدك وما تعطيك. شو فاتن؟ كمان هذا رأيك؟ هذا رأيي، مو رأي حدا تاني. طيب يا فاتن، شو علي؟ لحظة، عود لنتفاهم. هن بصراحة الثلاث ملايين قلال شوي، بدنا مبلغ نفتح فيه مشروع ونعيش منه. كلامه صحيح، يعني شو العشر ملايين بالنسبة إلك ولثروة أبوك؟ شبك شبك ليش ارتعبت؟ هذا صاحبك برهان. مرحبا. أهلين، تأخرتوا. شرف استلموا. أنت يلي جيت لعندهم برجليك. هيك يا فاتن، برافو عليك.
سمعان بيكونوا عم يعزلوا الجماعة. وشلون عم يعزلوا؟ وإذا ما في حدا بالبيت، البيت فاضي. بيكون حدا اشتراه وعم يفرشه. يا مرة طولي بالي. لك شو بدي طول بالي؟ هاي الطقطقة من مطرح واحد من امبارح لليوم عم بتطلع طق 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 طق. مالك سمعان؟ مالك تسمع؟ سمعان سمعان، لا اشرب قهوتي هلا بطلع بشوف شو هاد. لا سيدي، بدك تقوم هلا تطلع لعندهم تتحرك تقول لهم يذوقوا على دمهم، يستحوا على حالهم، يهدوا لهم شوي، في ناس بدها ترتاح شوي. بتبرد القهوه، ما بحبها بارده انا. اذا طلعت بدك تسخريها بالجديد. ايه بسخر لك اياها، خلصني هات لشوف. خلي بالك كبتيها كبتيها. قوم تحرك 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 لشوف. اوام عيني عليك، شو انه دمك بارد. الله دلقنا القهوة، هلأ برجع على الركوة تسخر له يا أريضة. لا تقول وينك يا ختيارة، بعد منك ما في ختايرة. شو صار لك؟ علينا ما في حدا فوق، لا هبوب ولا دابوب. يو شلون ما في حدا ولا هبوب ولا دابوب؟ لكان هالطرطقة ليل نهار من وين هين؟ طالما ما فتحوا لي الباب، شو بيعرفني منين الطرطقة؟ عم تقول ما حدا فتح الباب؟ ليكون حرامية. لك مو انت قلتي ما في حدا بالبيت؟ الحرامية شو بدهم يسرقوا؟ الحيطان. وين القهوة؟ رايحة اسخر لك اياها. ما عاد بدي قهوة، خلاص جوعان انا، بدي الفطور، حضري لي الفطور. هاي خلصنا من اول واحد. والله قلت لحالي رح ياخذوكي معهم. قالوا لانه حيطلبوها بس بعد ما يحققوا معه. ما شفتي كيف اخذوا رقم موبايله وعنوان البيت؟ شرف. قلت لي جاي الظهر، شايفه جيت المساء. تأخر شوي لبينما تخلصوا حديثكم مع سامي. لو كنت جاي قبل ساعتين كنت لقيته هون. اتفقتوا على شيء؟ اتفقنا. على شو؟ على ولا شيء. يعني مو ناوية تسقطي الدعوة؟ لا، ما راح بسقطها. تسقطي بجورة ما تطلعي منها. وانت ان شاء الله بتشوف يوم اسود من اللي حيشوفه سامي. انتوا ليش لساتكم قاعدين؟ ما تفرجوني عرض كتابكم. برهان، انت لازم تكتب كتابي، حرام عليك. امل ابليس بالجنه، مو هي هي العباره اللي قلتي لي اياها بزمانك؟ لك انت ما بتخاف الله؟ انا اللي بخاف من الله، بس كمان بخاف من امثالكم.
شو شارين مشات لبيتكن الجديد؟ ايه لانه بهذاك البيت ما في مكنسة على الكهرباء، بس كان لازم تشترون مهرهرين مثل البيت اللي عتسكنوه. بالعكس لازم يكونوا جداد مشان ما ينكسروا قوام. ومن قلعوا ضبيتوا كراكيبكم كلها؟ مو تقولوا لي بكره نسيتوا شيء وتعملوا ليها مثل مسمار جحي. البيت معك لكم فوتي عليه. يلا صحيح مدام سلمى مريضة؟ مين قالكم هالحكي؟ هيك سمعنا هيك. لا أنا حكيت معها اليوم ما فيها شيء، تعبانة شوي مو أكثر. أكيد مش مريضة؟ أكيد، وبكرة جاية لهون. شو قلقانين عليها ولا اشتقتوا لها؟ أو كده وكده يعني. يلا يا عرب حسن. خدي حبيبتي دقي له. ما بدي، مستحي. ليش حتى تستحي؟ شو انتي حتغازلي ولا حتقلي له شو صار معنا؟ طب دقي له انتي. منك بلاقيه احلى. اكيد هو محرقص وناطف قلبه. قلي له انه ابوكي سأل عنه وعن اهله واطمن على مستقبلك معه. اوف منك. احكي لشوف. ايوه لو سمحت هذا محل سيد تامر. اي نعم. ممكن تعطيني اياه لو سمحت؟ مين حضرتك؟ انا عبير. اهلين انسه عبير، والله بصراحه ما بعرف شو بدي اقول لك. خير؟ السيد تامر صار له مختفي شي 3 ايام وما حدا بيعرف عنه شي، لا اهله ولا رفقاته. تخيلي حتى نحن ما بنعرف شي عنه. كيف يعني مختفي؟ الله العليم في حدا خاطفه. شو في؟ بتتذكري الشاب اللي كنت قاعد معه بالمطعم وطلبت منك ايد خلود؟ ايه ويوم اللي اجينا تعشينا عندك بالمطعم قعدت معه. هذا هو. ومين خطفه؟ لسه ما بنعرف. طيب الشرطة شو عملت؟ عم تحقق وتدور، ونحن كمان رفقاته عم ندور. اذا خاطفينه بيكونوا مخبينه بشي ابو مثل ما بيعملوا بالافلام. يا ابو يا مستودع. وقديش طالبين مصاريفي؟ الظاهر الخطف مو بشان المصاري، لأنه لحد الآن ما حدا اتصل بأهله وساومون. لكن ليش خاطفينه؟ أنا شاكك بوحدة بنت. بنت؟ بنت كانت خطيبته وتركها. مثلك بمشوارك احكي
بين ظلم وألم.